شيئا فشيئا يتلاشى جسد تركيا المنهك جراء إجراءات وسياسات أردوغان الاقتصادية التي تنهش في البلاد يوما تلو الآخر. خبراء الاقتصاد أكدوا استمرار عزوف الأجانب عن شراء السندات أو الأسهم بتركيا في ظل تراجع الأرباح التي حصل عليها المستثمرون المحليون مؤخرا. حال الاقتصاد التركي المتدهور أكده كذلك إبقاء وكالة موديس الدولية للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية السلبية له. وبالنظر إلى حال الشباب، وصلت نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عاما، حيث بلغ عدد العاطلين الأتراك 2,800,000 شاب في أغسطس الماضي بنسبة 27% من إجمالي الشباب، فيما أوضح تقرير أن 26% من الجامعيين لا يجدون عملا، وأن حوالي 250,000 شاب تركي هاجروا للخارج في 2017. يرجع الكثيرون من هؤلاء الشباب ارتفاع معدلات البطالة إلى سياسة الهجرة وثقافة المحسوبية وتراجع أعداد المصانع الجديدة. شق آخر من الأزمة يزيدها عمقا، وهو عجز ما يزيد عن 4 ملايين مواطن تركي عن سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. حزب الشعب الجمهوري المعارض أكد تضارب وعود الحكومة التركية التي كانت قد أكدت قبل الانتخابات بعدم فرض أي زيادة رسوم في الأسعار، ليتفاجأ المواطنون بزيادة كبيرة في الأسعار وغير عادلة خلال 6 أشهر.